ايه بس يا سالي هانم، انا لسه منظفه. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايوه ليه كده يا سالي هاني؟ نظفي تاني وتالت ورابع، فين شغلتك هنا؟ ايه تنظفي؟ يلا يا ماما شوفي وراكي ايه. ايوه ماشي، ما شغلتها تنضف بس. ما هي بتنضف، انت بتوسخي ليه؟ ما هي بتنضف. بقول لك ايه بقى، انا رايحه بيت ابويا، ورقتي توصلني. يلا يلا اتفضلي، طريق السلام، اشوف وشك على خير. سلام. ايه ده، مين دي؟ اكون مين يعني يا سالي؟ داليا. ايوه يا داليا، ولعت الدنيا. مين داليا دي؟ والله يا داليا ولا قال لنا حتى، والله ولا قال لنا حتى، نحب نعرف يعني. ما لحقتش، اصل الموضوع جه سريع سريع. هو ايه يا حتمتة اللي جه سريع سريع؟ عرفنا بس كده، احنا اخواتك يعني. بعدين ايه يا سالي، دي انا زي ما انت رجلك دي وانت بتكلميني. لا لا لا، ما اسمحلكيش. استاذه داليا تتعمل ليه؟ عايزاها تبقي شايفه. بالراحه على نفسك بس يا سالي، ما تتعصبيش. والله عيب عليك يا داليا ان انت ما تقوليلهاش. الله يا داليا، عيب فعلا، عيب فعلا. هقول لها ازاي بس يا محمد، ما الموضوع بقاله 10 دقايق بس. بالسرعه دي انت سريع للدرجه دي؟ دي حاجه وحشه عشانك على فكره. اكشف بس 10 دقايق كويس، انت تمام يعني؟ انت تمام. فرحيها. ايه مش مبسوطه يا سولي ولا ايه؟ المفروض تزرغتي لي. هوي هوي هو هو. محمد هي قصدها ايه؟ وبعدين هي غيرت لبسها كده ازاي؟ انا عايزه افهم. غيرت لبسها ازاي؟ انا ما شفتش حاجه والله، انا شفتها كده والله، والله ما كنت معاهم في اوضه النوم، والله شفتها كده بس، ما عملتش اي حاجه تانيه. غيرت لبسها ازاي؟ دي حاجة ما تخصكيش، انما احنا بنعمل ايه؟ بصراحة يا داليا انا كان نفسي تقولي لها وتفرحيها. يلا بقى، يلا بقى قولي لنا بقى، يعني قولي لنا، انا عايز اعرف، جالي فضول. بس كده يا قلبي عينيا، بصراحة كده يا سولي، محمد طلبني للجواز وانا وافقت. ولع الدنيا. انا مالي طيب؟ انا قلت عامله لنا حاجة كده ولا كده بقى. ولا اجيب لك زوزة يقول لي ايه؟ تتجوزها؟ يعني انت ما لقيتش غير الشغالة تتجوزها؟ هوب 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 هوب، هي دي الشغالة؟ انت بتهزر؟ والله ما خدت بالي، انا برضو مستغرب. دي المدام ودي الشغالة؟ مش بالفلوس، هي بالقبول والله. اخرتها يا محمد تقوم عليك العشرة وتتجوز دي؟ بيني وبينك هو من حقه بصراحة، من حقه. ما هي لو دي الشغالة انا مش فاهم انت ازاي المدام، بس مش موضوع. عشرتي مش انت المفروض ورقتك هتوصل لك؟ لا انا كنت بقول كده بس يا محمد، عشان يعني كنت اجبرك ان انت تشتمها، انما انا انت عارف ان انا بحبك، ما اقدرش ان انا استغنى عنك. جاب ورا ليه كده يا قري؟ ليه كده؟ ما انت كنت عايزه ورقه طلاقك وخربت الدنيا وفي ايه؟ ما تخليكي ناشفه كده. ما انا خلاص يا سالي قررت الطلاق وكلمت المأذون وهنطلق، وبعدين انا خلاص دخلت في قصه حب جديده. ايه حتمات انت كمان؟ جرى ايه حتمات؟ انت بتقول لك 10 دقايق، لحقت تخش في قصه حب في 10 دقايق. لا لا لا، ما اسمحلكيش، ما اسمحلكيش. هتمدي ايدك عليها هتصدر انا في الحوار، ما اوعي تمدي ايدك عليها. لا 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 لا، محمد دي مراتي او هتبقى مراتي. دي مراتي او هتبقى مراتي، يعني لسه مش عارف، على حسب التنسيق ما يجيبني، يعني ممكن تبقى خطيبتي، ممكن تبقى مراتي، ممكن تبقى صاحبتي زي كريستيانو جورجينا، ما اعرفش. ما ينفعش انك تمدي ايدك عليها. طب وانا ايه يا محمد؟ مش انا مراتك وحبيبتك وقصه حب؟ اقعد يا بت في جنب يا بت. مش قاعده. اقعد يا بت. يعني ايه مش قاعده؟ يعني مش قاعده، امور السهوكه دي ما بتاكلش معانا. يا بنتي خلاص، ما انا كلمت المأذون وسوف يتم الطلاق رسميا قريبا في القريب العاجل. لا يا محمد، طالما قريب عاجل نبقى نلحق بقى ايه؟ سمننا في عسلنا وزيتنا في سكرنا واي حاجه من اللي بتقولها دي، واتطلق بسرعه. وانا بقى اخلص الشوكولاته دي واشوف وشكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساش بقى تعمل لايك، تعمل اشتراك، وتفعل زر التنبيهات، واعمل اي حاجه حلوه، وروح اعمل لي فولو على الاي جي هناك، برنامج الصور هتلاقيني بنزل عليه صور كتير، ولو دخلت تكلمني هرد عليك، انا مش متكبر، انا بحبك، خد بالك من الحوار ده. بحبك في الله، سلام.